حبايب، شلونكم؟ رمضان كريم عليكم. احب اهنيكم بمناسبة رمضان الكريم، واحب اهني امهاتنا بمناسبة عيد الام. ان شاء الله يا رب جميع امهاتنا بالف خير. احب اهني امي واقولها شكرا، لانه انتي امي كلش افتخر بيج، وشكرا على كل شيء حلو علمتيني اياه، وشكرا لانه ما فد يوم بحياتك علمتيني على شيء مو زين. بالعكس اني كنت اطلع للعالم الخارجي ارتكب اخطاء وارجع اشوفك قدامي واتندم، فشكرا. يعني حتى لو كانت هاي الاخطاء بسيطه كنت اتندم على كل غلط كنت غلطه، بس مجرد انه اشوفك لانه انت كنتي قدوه بالنسبه لي، والله يحفظك لنا ان شاء الله يا رب. بنات، بمناسبه رمضان فقررت انه انزل لكم هذا الفيديو. صراحه يعني هيك سوقت كم حاجه فقلت خلاص اصفطهن وارتبهن. فأنا من النوع اللي أحب كل شيء أخليه بعلب، يعني ما أحب أخلي شيء بشيس. المهم بنات، خل أشرح لكم على هاي الاسفنجة مال غسل المواعين. هاي أحسن اسفنجة غسل المواعين بالعالم، يعني فتشي رهيب. وشايفين هاي الثقوب اللي بيها، مو عبالكم إنه يبقى بيها أكل لو بقايا، لا لا لا، تنظف هي. يعني التقنية مالتها إنه الثقوب اللي بيها كلها تنظف، يعني ما يبقى بيها بقايا أكل أو شيء، وما بيها ريحة، مو مثل الاسفنجة العادية وتبقى هواية وبدون ريحة. فكلش عملية اخذوها. واخذت بعد هاي الجفوف، هم ابد ما احب هاي الجفوف اللي تصير مو مطاطة، بس اضطريت اني اشتريتها لانه ماكو غيرها. واكيد باقين على عادات وتقاليد امهاتنا وبيبياتنا نستخدم العلب مال المعجون مال الجبن. يعني انا اتحسر انه ادبهن، بالنسبة لي ما اقدر ادبهن، فاحكوا لي انتو. يعني جبت كم شغلة، وجبت هذا السباغيتي الأسمر. صراحة من صرت أشوف معكرونة سمراء وسباغيتي أسمر فصرت أجيبهم، يعني بطلت أجيب الأبيض. وبنات، جبت هاي الخضار مال سبزي، يعني هي عبارة عن خضار مشكلة مال سبزي مجمدة. صراحة هاي الفكرة كلش تفيدكم برمضان، يعني إنه تجيبون هيج خضار مجمدة تختصر عليكم وقت وجهد هواية. المهم فراح اطبخها واشوف يعني تطلع طيبه ولا. فهنا قطعت صدر دجاج. طبعا تعرفون السبزي تقدرون تضيفون لحم او تقدرون تضيفون دجاج، انا استخدم صدر دجاج على مود زوجي. فضفت صدر دجاج وبصل، وراح اضيف هاي الشغلات اللي توخر الزفره من الدجاج، وراح اسلق الدجاج على مود اطلع الزفره مالته. وهنا بلشت الزفره مال الدجاج تطلع مثل ما تشوفون، وراح اصفي الدجاج، يعني راح اغسله اطلع بس الدجاج، اما هاي الشغلات اللي ويا البصل وما اعرف ايش كلها اطلعها، لانه ما اقدر اخليها ويا خضار السبزي تصير هوسه وما اعرف ايش. هنا حمست بصل، وراح احمس صدر الدجاج، وراح ابلش اضيف عليهم الخضار. اضيف الخضار تدريجيا واحمس بيه لحد ما يتغير لونه. من يتغير لونه معناها خلاص انه يعني وصل مرحله انه استوى، فاضيف له مي واضيف له فاصوليا حمراء واخليه يفور لحد ما يستوي. بس هذا هو. وهنا طبخت هذا التمن ابيض، وهذا الاصفر باقي عندي يعني من البارحه، وهسه يعني خليته على مود يتهدر وياه. هم يعني على العادات والتقاليد منذب تمن. وبهذا الفيديو راح اسوي لكم روتين العنايه بالبشره. بصراحه انا معتمده هذا الروتين برمضان، فشوية هم يعني قلت أشاركه وياكم حتى أشجعكم أنه تهتمون بشرتكم وكذا. المهم بنات، فحابة أحكي بموضوع كلش مهم، اللي هو أهم شيء بهذا الفيديو، أنه تعرفون أنتو رمضان الشياطين تتكبل، يعني تكون مقيدة بعد ما تقدر توسوس للإنسان. طيب منو اللي يوسوسنا ويخلينا نرتكب أخطاء؟ بعيدا عن الشيطان، اكو شيء اسمه النفس الأمارة بالسوء. يعني شنو النفس الأمارة بالسوء؟ يعني نفسنا احنا، قد تكون أمارة بالسوء، قد تكون نفس لوامة، قد تكون نفس راضية. فشهر رمضان مو بس انه نقرا قران ونصلي ونصوم، ترى حتى الدواعش اللي هم مجرمين وقتلة ومغتصبين، هم دول اكثر ناس ملتزمين بقراءة القران وحفظ القران والصلاة، وما يفوتون صلاة ابد. فرمضان مو بس صلاة وصوم وقراءة قرآن، إنما رمضان هو فرصة حتى تنظفون قلوبكم، تنظفون نفسياتكم. تعرفون أنتم العلماء اكتشفوا إنه الصيام يطهر الجسم من الخلايا السرطانية ومن السموم اللي بيه. فرب العالمين يعني فرض علينا الصيام حتى نطهر جسمنا من كل الخلايا السرطانية والسموم وغيرها، وبنفس الوقت قيد الشيطان حتى نطهر أرواحنا.
نكتشف نفسنا، هل احنا انفس اماره بالسوء، هل احنا انفس لوامه، هل احنا انفس راضيه. فهاي فرصه من رب العالمين حتى الناس تطهر نفسها وتطهر ارواحها. الناس الحاقده تبطل حقدها، الناس اللي عينها على غيرها، عوفوا غيركم بحاله والتهوا بنفسكم. الناس اللي بس تباوع على عيوب غيرها مهما كانت العيوب هاي تافهه وبسيطه، باوع على عيوبكم، ترى انتم مليانين عيوب. الناس اللي مقصره بحق نفسها، واني واحده منكم طبعا، يعني مقصره بحق نفسي اكيد، وهم اكيد عندي اغلاط اتمنى انه اغيرها. ودائما هذا الشهر يكون بالنسبه لي هو انطلاقه جديده، ودائما اعتبره هو بدايه جديده، ما اعرف ليش، يعني ما اعتبر انه راس السنه الميلاديه او راس السنه الهجريه هو بدايه، دائما اعتبر انه شهر رمضان هو البدايه، لانه احس انه هو اكثر شهر اقدر اتخذ بيه قرارات صحيحه، اكثر شهر اقدر اراجع بيه نفسي، وهالشي فعلا صح. حتى صداقاتكم وعلاقاتكم راجعوها، لانه اوكي الشيطان مقيد ما راح يوسوس لكم، بس اكو انفس شريره واماره بالسوء راح توسوس لكم هذا الشهر، تخليكم ترتكبون اخطاء. فحتى صداقاتكم راجعوها، علاقاتكم راجعوها، واختاروا الشيء الصح، الشيء اللي يرضي رب العالمين اكيد. طبعا دا اسوي معجون طماطه، لانه يعني قررت انه بعد ما نشتري من برا معجون طماطه، يعني احاول انه اني اسوي، لانه اللي برا كله مواد حافظه وكله شغلات تضر بالجسم، فيعني دا احاول انه قدر الامكان انه اسوي شغلات ما تضر بي او بزوجي اكيد. وهذا السبزي صار يعني طعمه طيب، وبنفس الوقت ما تعبني بالطبخ، بسرعه كملته. وبناتي صراحة احكي لكم روتيني للعناية بالبشرة والشعر بشهر رمضان، وبنفس الوقت منتجاتي المفضلة هاي الفترة. اول شي لازم تشربون مي كميات كافية، واهم شي انه ما تشربون مي كومة هواية قبل ما يصيح امساك، لانه المي الهواية يسوي عندكم تليف بالكبد. فلازم تقسمون الوقت اللي تشربون بيه المي من الفطور لعندكم لحد السحور، هاي الفترة قسموها، مثلا كل نص ساعة اشرب كوب مي لحد ما يصير عندكم لتر ونص او لترين حسب انتو احتياجكم من المي. اهم شي انه ما تحصروها كلها بوقت واحد. اول منتج مفضل اللي هو هذا الغسول من بيز لاين 4 في 1، ماسك ومفتح ويعني مقشر وغسول، ويرهم لجميع انواع البشرة، جافة مختلطة دهنية للكل، لطيف كلش على البشرة، ومن تخلوه ترتاحون ما اعرف ليش. المنتج الثاني اللي هو هذا السيروم فيتامين سي، سبق وان حكيت لكم عنه وقلت لكم انه هو كلش لطيف على البشره، ينطي ترطيب كلش حلو، لانه هم بي هايلورونيك بنفس الوقت، يعني فيتامين سي وهايلورونيك مخلوطات، فكلش حبيته وكلش انصحكم به. اخذته من الشهيره يعني، لانه بي هوايه مخشوش، فاخذوه من مكان يبيعه اصلي، بالنسبه لي اخذته من الشهيره، اعتقد سعره كان 20,000 او هيك شيء. ثالث حاجة اللي هي ما استغني عنها برمضان ابدا اللي هو مي الورد، وطبعا هذا مي الورد ويا لبان الذكر، يعني اشتريته هو هيك جاهز بخاخ، يعني حتى الموظفات اخذوه خلوه بجنطتكم وبالدوام بخوا على وجهكم، والله كلش مفيد، يعني ما استغني عنه ابدا برمضان. المنتج اللي بعده اللي هو مرطب البشرة اكوا سوفت، هذا يفيد البشرات اللي حاجز البشرة المتدمر، يفيد البشرات الحساسة، البشرات الجافة والمختلطة، البشرات الدهنية، يعني مو كلش يفيدكم. ضروري انه تستخدمون كريم تحت العين، لانه تعرفون البشرة كلش تجف برمضان، فضروري ترطبون جو عينكم، بس هاي النوعية تعبانة ما انصحكم بيها. واكيد اكيد هذا المنتج انا سبق وان حكيت لكم عنه، اللي هو كريم الشعر، كريم مغذي للشعر من غارنيه، صراحة يعني هذا كلش ضروري، يعني بالنسبة لي سوى هواية فرق يعني على شعري، وكلش أنصحكم به، هو والماسك اللي سبق وأن حكيت لكم عنه كلش أنصحكم بهن. وبالنسبة لترطيب الجسم كلش أنصحكم بهذا المرطب من The Beauty Shop، طبعا هاي شركة تركية، وهذا يجي سيت يعني ويا بعد السبلاش ويا غسول ما جسم، ثلاثة نفس الشكل ونفس الريحة، هو كشكل شكله كلش حلو، يعني حتى ينفع انه يفيد العرايس، يعني هي شكله كلش حلو يطلع. وبنفس الوقت بالنسبة للمرطب يعني كلش زين، خفيف على البشرة وما يدهن ويرهم لكل انواع البشرة. خل احكي لكم عن الجوكر وعن منقذي بهاي الحياة اللي هو زيت جوز الهند. صراحة زيت جوز الهند من الزيوت اللي مستحيل مستحيل استغني عنها، استخدمه لبشرتي يعني للوجه للشعر للجسم، تقدرون تستخدمون كل شيء. خل احكي لكم عن هذا الموقف، قبل فتره جبت شامبو،
هذا الشامبو حرفيا حول شعري الى خشب، يعني صار شعري يتكسر، وصلت مرحلة انه اريد اقص شعري خلاص. بس اللي انقذني ورجع شعري حيوي ويلمع وما اعرف ايش هو زيت جوز الهند. فتقدرون تستخدموه لكل شيء، لشعركم، للجسم، للبشرة. بس قبل ما تستخدموه لوجهكم جربوه على منطقة صغيرة من وجهكم، اذا شفتوا انه طلع حبوب توقفوا عن استخدامه. ولو انا بالنسبة لي ما طلع لي حبوب، حتى كمزيل مكياج استخدمه، يعني كل شيء استخدمه. وبعيدا عن المنتجات الزينة اللي جربتها، خل احكي لكم عن هذا الشامبو اللي هو اتعس شامبو جربته بحياتي من غارنييه. هذا الشامبو حرفيا دمر شعري، يعني من استخدمته شعري تحول الى فتشي مثل الخشب، يتكسر وخشن، ما اعرف شنو السالفة يعني. وقام يستاقط طبعا اكيد، بس الحمد لله رجع فضل زيت جوز الهند. فهذا وين ما تقوله تشتروا. وبالنسبة للماسك اللي ما استغني عنه، استخدمه اكثر شيء بالصيف برمضان، اللي هو ماسك الزبادي والنعناع. ملعقة واحدة من الزبادي وملعقة صغيرة من النعناع، تخلطوهن سوا وتخلوهن على بشرتكم فربع ساعة وتغسلون الماسك. صراحة هذا الماسك كلش احبه. بحثوا عن فوائد اللبن الزبادي للبشرة بجوجل وشوفوا ايش قد فيه فوائد عظيمة للبشرة. بنفس الوقت عندكم النعناع مضاد للتأكسد، تقدرون تستبدلون النعناع بشاي اخضر، يعني بكيفكم، الخيار متروك لكم. المهم فالنعناع مضاد تأكسد، وهم بنفس الوقت حتى يعني مريح للاعصاب، حتى ريحته تريح الاعصاب. فكلش انا بالنسبة لي كلش احبه ودائما استخدمه وكلش انصحكم به. وبس حبايبي، بحيث نكون وصلنا الى نهاية الفيديو. اتمنى ان شاء الله يا رب استفاديتوا من الفيديو. رمضان كريم عليكم، اشوفكم بغير فيديو، مع السلامة.